السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عودناكم يوم الجمعة الساعة 5 مساء بتوقيت فلسطين بتوقيت القدس الشريف لنا لقاء. اليوم لقاءنا عملية مراجعة لبعض المواضيع المهمة اللي اتطرقنا إليها في آخر في الأسبوع هذا. طبعا معكم الدكتور محمود الصوص، الدكتوراه في العلاج الطبيعي والتأهيل. حنبلش الحلقة اليوم من سؤال أجانا، شخص بيعاني من آلام في مفصل الركبة. هذه الآلام اتكررت معه أكثر من مرة، عمل علاج طبيعي، عمل تقوية للعضلات حوالين الركبة، وكانت مشكلته الأساسية في الصابون، وبيسأل إذا في شغلات تانية، في أمور تانية ممكن تساعده في العلاج. طبعا مفصل الصابون ومفصل الركبة دائما في عنا مشاكل فيه، ونسبة المشاكل هذه كبيرة، وحكينا بالتفصيل بفيديوهات سابقة عن كل المشاكل هذه وعلاجها وهذه الأمور. في حال إصابة الركبة أو مشاكل في الركبة أو في الصابونة اللي هي جزء من مفصل الركبة، العلاج بيكون يعني حسب المشكلة، بس العلاج بشكل عام لتخفيف الألم بيكون عن طريق المساج، عن طريق المياه، عن طريق وضع المياه الإجرين في المياه الساخنة مع الأملاح، التمارين والحركات اللي هي وظيفتها تزيد من قوة الكتلة العضلية في منطقة الركبة، وتزيد مقدرة الركبة على تحمل كل الضغوطات هذه. لزيادة العلاج ممكن لازم نستخدم المشدات، وفرجناكم كيف تعملوها بشكل بيتي إذا ما بدكم تروحوا تشتروا وتتكلفوا بالشراء. المشدات كويسة كتير إنها تحافظ على المفصل وإحنا نمشي وإحنا نتحرك. وحكينا لكم بالنسبة للتسطح في القدمين وأهمية القدمين في الوقاية وعلاج أمراض تانية ومشاكل تانية زي مفاصل الركبة، مفاصل الظهر، الديسكات بسبب مشكلة في القدمين. وحكينا لكم عن الأورثوتكس أو الضبان الطبي، فرجينا لكم كيف ممكن بيتيا تسوي الضبان الطبي، هذا بيساعد كتير في علاج الركبة وفي علاج الظهر. الشغلة اللي ممكن تستخدمها كمان في العلاج لزيادة العلاج الحركة والتمارين، هذه بدك تتبع فيها، لأنه كل ما كان المفصل أقوى عضلات أقوى كل ما كان مناعته أكثر. الإبر الصينية كويسة، المياه الساخنة كويسة، المياه الكبريتية كويسة، ومتابعة العلاج هذا وتجنب أي حركات أو أي صعبة إنها تزيد الوجع هذا وتفاقم الوضع هذا. أنا ما ضلكم تحرك وضلك تحرك في وضعي وعمل التمارين وامشي وكذا، إذا حسيت إنه في ألم أثناء المشي حطوا المشدات، بس ما توقفوا المشي وما توقفوا الحركات هذه، لأنه إذا وقفتوا الحركات هذا بيصير عندنا تصلب في المفصل والمشكلة بتصير تزيد.